ومعنا عبر الانترنت من مدينة غازي عنتاب التركية الكاتب والمحلل السياسي حافظ قرقوط. مرحبا بك يا سيد حافظ. إذا غارات على المدنيين تسفر عن مقتل ما يزيد عن 140 مدنيا في الغوطة الشرقية في غضون 48 ساعة، ما أهداف النظام من ضرب المدنيين برأيك؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. لم يتوقف النظام حقيقة منذ انطلاقة الثورة في 2011 حتى الآن، هي أهدافه متواصلة، ويتمنى في كل لحظة أن تنتهي هذه الاحتجاجات وتنتهي الثورة وتنتهي حتى الحاضنة الشعبية لأي مطالب يطالب بها الشعب السوري بكرامته وبحريته، لأن هذا النظام إجمالا مارس كل أنواع القتل والتعذيب، وإذا بقيت هذه الحالة من الصمود عمليا ماشي النظام إلى المحاكمات الدولية، وحتى لو أن الآن المجتمع الدولي يحاول التلاعب بالوقت، لكن بالنهاية لن يحتمل هذا المجتمع عند أن تلزم القرارات النهائية، لن يحتلم كل جرائم هذا النظام بما فيها الأسلحة الكيميائية. أعتقد ما يحصل الآن إن في الغوطة أو في إدلب أو في ريف حمص، حتى في بعض مناطق القنيطرة، بعض المناطق التي يقوم بها النظام بهذه الهجمات هي بعض المناطق التي بقيت حيوية وبقي هنالك أثر خارج المصالحات التي ضمنها في بعض المناطق. أعتقد بأنه سيبقى مستمرا هذا النظام، لن يحاور، وهنالك حتى وزير خارجيته عندما دخل في المفاوضات الأولى كان واضحا بأنه يريد أن يغرق المجتمع الدولي وبقية المفاوضين في التفاصيل، هذا يعني أنه لا يريد، قال لهم المعلم بالحرف الواحد ستتعلمون السباحة لكي تعرفوا الدخول في من أجل التفاصيل. ذلك أعتقد هذه جرائم جزء من هذه الحالة. من أجل ذلك الأمم المتحدة اتهمت النظام بضرب إدلب والغوطة بغاز الكلور السام، بل منتظر بعد هذا الاتهام ما الذي يجب على المعارضة أيضا فعله حيال ذلك؟ تحاول المعارضة بكل الوسائل، قدمت تقارير وتقدم تقارير مستمرة، وأريد أن أشير يعني رغم كل اتهاماتنا لبعض هيئات المعارضة بأنها لم تقدم كثيرا، لكن الحقيقة يعني عندما تجلس هذه المعارضة مع وزير خارجية دولة كبرى أو عظمى ويعطيها وعود ثم ما يخلف مساء في الوعود، ما عليها؟ يعني نحن شعب لا حيلة لنا، شعب أعزب بالنتيجة، يدافع عن نفسه عن بيوته أمام صواريخ عابرة للقارات، يعني اليوم القصف على معرة النعمان من البحر ومن الجو وكأنها قيامة قامت في معرة النعمان حسب الأصدقاء هناك. أعتقد الآن أن المجتمع الدولي ما زال غير جاد، ما زال يتلاعب بالألفاظ، ما زال يعني هو يطالب من روسيا تتخلص من بقية الكيميائي، روسيا تنكر أن لدى نظام كيميائي، العلم الصفقة الأولى بعد أن قصف النظام الغوطة الشرقية بالكيماوي 2013، نعم. روسيا التي تخطط وخشت الكيميائي للنظام لن تنكر ان لدى هذا النظام كيميائي. الان ان المجتمع الدولي يوزع نعم. الادوار بينه على ما يبقى سياسه في المنطقه كامله لم تستوي حتى الان. في هذا السياق نصر الحريري صرح ان لا امل في المفاوضات بدون ضغط دولي على نظام الاسد، ضغط روسي ودولي ايضا، اي ضغوط يمكن ان تثني الاسد برايك عن مجازره؟ يعني اجمالا الاسد لم يعد القرار بيده، اصبح القرار على الارض لمجموعه دول تدخلت في الملف السوري، واصبح هو تابع حتى روسيا. اذا نظرنا للمنطق العام طريقة تعاملها مع خلال الأشهر الماضية هي لم تعد تراه حتى لو صرحت، مهما صرحت. أعتقد أن الموضوع السوري الآن أصبح حقيقة كقرار نهائي بيد روسيا، حتى إيران بدأت تتحيز قليلا عن هذا الملف بسبب طبعا تقاسم النفوذ الدولي، يعني مصالح روسيا بالنتيجة مع الأوروبيين ومع الغرب وليس مع إيران، هي تستعمل إيران كورقة في المفاوضات، كورقة في اللعبة في داخل الملف السوري. يعني هذا القتل المجاني الذي تقوم فيها روسيا هي ردود فعل حقيقة لكي تبتز أكثر دول العالم في المفاوضات. أعتقد بأن لا النظام بيده أي قرار، وأي ضغوط على النظام هو عمليا يطالب هيئة التفاوض بأن تضغط على الدول نفسها صاحبة القرار ألا وهي روسيا والميليشيات الإيرانية على الأرض. أعتقد بأن من هنا مدخل الحل، ليس بمعنى الضغط كضغط على النظام. نحن دعنا نتذكر بأن نظام الأسد بقي نحو 29 عاما في لبنان عندما أراد المجتمع الدولي إخراجه بعد الزيارة في الحريري بهدف واحد، خرج بكف واحدة على 29 عاما من القائد لبنان. الآن الموضوع لو أراد المجتمع الدولي أن ينهي هذا الملف وأن يوفر دم على بقية السوريين لأنهاه بهدف، لأن
بشار الأسد يدرك بأنه إن رفض أي شيء فحتى حياته هي يعني عرضة لأي لأي قنبلة. هذا المجتمع الدولي هكذا يفكر كي لا يكشف الحقائق التي كانت على الأرض خلال السنوات الماضية، هكذا فعل مع القذافي نعم كي يخفي بقية الملفات. أعتقد بأن بالنتيجة عندما يتم القرار سنسمع خبر عاجل نحن وإياكم بلحظة. أخيرا، المعارضة السورية أعلنت أنها ستناقش مخرجات مؤتمر سوتشي في جنيف والرياض، ولكن بعد كل هذه المجازر هل هناك مجال أو جدوى للحديث عن مخرجات سوتشي؟ يعني بحديثنا اليوم مع وفد الائتلاف صرحوا بشكل واضح ان حتى محادثاتهم مع هذه الكره بالرياض بعد ايام لمناقشه مخرج الدستور وطلب بان يستمر المتحده بان يستمر السلسله الاربعه، اي ان نبدا بالانتقال السياسي. فهم عندما يقولون دستور اي يقولون الدستور يجب ان يتم في مرحله امنه، في لحظه امنه كقرار، وبعدتهم الامم المتحده حتى ايا كانت مهرجان صوتي أن يبدأ الحل حقيقة بسلة ثم الانتخابات بآخر، ومن طبعا نهائيا الرياض الأمم المتحدة وعدتهم وكانت واضحة حسب ما قالوا طبعا الأمم المتحدة لأنها ستجذب جميع الأطراف إلى جنيف، وأن سوتشي هو خطوة ضمانات دول وليس ضمانات أمم متحدة، كما أن ضمانات دول ضامنة لهذا الموضوع وليس قرارات الأمم المتحدة. أشكرك من غازي عنتاب، الكاتب والمحلل السياسي حافظ قرقط.